سيوه was the most mysterious of all Egypt's oasis. سيوه من اهم الاماكن and the most famous oasis in the world للاجانب due to the visit of great Alexander. اولئك الرحاله لم يكونوا ممن يجيدون اللغه العربيه او السيويه. لم يتيسر لهم الاختلاط بحريه مع اهل الواحه لكي يتمكنوا من تسجيل دراسات وافيه عن سيوه، وذلك لكره أهل الواحة لكل شخص غريب يأتي لهم، كما قاموا بالتعدي على بعض الرحالة الأجانب وتم قتلهم. ضاعت شهرة سيوة التاريخية بعد زيارة الإسكندر الأكبر لها، حيث توج هناك ابن الإله أمون في معبد ينسب باسمه وهو معبد الإسكندر. وتعتبر زيارته لواحة سيوة من أشهر الزيارات في التاريخ القديم، وتعتبر الحدث الرئيسي الذي خلد اسم واحة سيوة في الأزمنة القديمة والحديثة معا. تهربيش النهاردة بقى، هنقفل الشبابيك. النهاردة أولى، بس بكرة أنت تيجي معايا. أخيراً يا رضوان، أنا كنت خايفة اليوم ده عمره ما يجي. إرادة ربنا بقى، كل ما ننوي حد يموت. ده أنا اللي كنت هموت بقهرتي لو ما كانش العروس تمنه بدي. بعد الشر عليك. الشر بعيد طول ما أنت قريب. مين دول؟ رضوان ومليك. طب ودراع رضوان فين؟ كليته صديقة. ضربتي؟ بس ما يهمش، واخدة على كده. ايه دول؟ مسخيط؟ يلا دشدشهم فوق نافوخك. نافوخك ده مفيش حد هيقرب له، نافوخك ده في حماية من هنا ورايح. المفروض افكهم لوحدي مش كده؟ مين اللي فرض؟ مش عارف. يبقى ساعتك. أغرك مني أن حبك قاتل، وإنك مهما تأمر القلب يفعله. أهواك ما عشت القلب فإن أمت يتبع صدايا صداك في الأكبر. شرفتنا يا جناب المأمور، زيارتك دي فوق راسنا. معلش دهشناك شوية بموضوع الضرايب، بس يعني تتعارف الحمل تقيل والناس على قد حالها وكل ايه في ايه؟